أهلا وسهلا بيكم. النهاردة بنتكلم عن بيبغاء الدرة المطوقة. هنتكلم عن كل ما يتعلق بهذا الببغاء الجميل. لو حد عنده أي سؤال أو أي استفسار اكتب لنا في التعليقات. هنحاول كده ان احنا ندردش مع بعض. حاول تسيب اللي في ايدك عشان هفيدك. حاول ان انت تجيب يعني أي حاجة تشربها كده أو حاجة تتسلى فيها، وقعد كده وحاول ان انت تستفيد بكل هذه المعلومات. ببغاء الدرة المطوقة هنتكلم عن كل ما يتعلق بهذا الببغاء. لو انتوا عايزين نتكلم عن اي نوع من انواع الببغاوات اكتبونا بس في التعليقات، وما تنسوش تعملونا اعجاب عشان تشجعونا ان احنا نستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هحاول ان اتكلم باللغة العربية يعني قدر المستطاع، لان طبعا اكثر المتابعين من السعودية ومن العراق. اهلا وسهلا بكم، واهلا وسهلا بكل المتابعين من جميع انحاء العالم. ببغاء الدرة المطوقة سمي بذلك لأن طبعا الذكر عندما يبلغ فإنه يظهر له طوق، وهو الريش الأسود كما هو واضح في الصورة. الريش الأسود اللي بيكون حول رقبة الذكر. طيب الذكر ده هو بيبلغ إمتى؟ الذكر بيبلغ عند سن يعني سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات. من أول مميزات ببغاء الدرة إن ببغاء الدرة يعني يظهر له طوق يميز بين الذكر وبين الأنثى، يعني وهذا بخلاف بعض الببغاوات التي يصعب عليك التفرقة بين الذكر والأنثى حتى بعد البلوغ، ويحتاج الأمر إلى تحليل الحمض النووي DNA. إذن فمن مميزات ببغاء الدرة إن هو يسهل عليك أن تفرق بين الذكر والأنثى، وإحنا عارفين إن الطوق لا يظهر إلا بعد البلوغ، ودي مشكلة. يعني الذكر والأنثى بيكونوا متشابهين جدا قبل البلوغ، وطبعا الأنثى بتبلغ عند سن سنتين أو يعني سنة ونصف. يعني ممكن تلاحظ إن الأنثى بلغت وتريد الجنس عند سن سنة ونصف، يعني متلاحظ ان هي بتعمل حركات وتريد التزاوج يعني عند عمر سنة ونص، لكن الافضل ان انت لا يتم التزاوج الا بعد عمر يعني سنتين ونصف او ثلاث سنوات. لكن الذكر طبعا لازما يكون الذكر اكبر من الانثى. يعني لو قلنا ان الانثى سنتين ونصف يبقى الذكر يكون ثلاث سنوات عشان يحصل توالف، وعشان يكون الذكر هو الاقوى وهو المسيطر. طيب إزاي نعرف الفرق بين الذكر والأنثى؟ ده طبعاً أنا هسيب لكم فيديوهات بتتكلم عن الموضوع دوت. طبعاً القناة يعني اتكلمت بشكل كبير جداً عن ببغاء الدرة. طبعاً ببغاء الدرة ليه أنواع كتيرة جداً، منه طبعاً الدرة اللاتيني. الدرة اللاتيني أو أي يعني شوف أي نوع من أنواع اللاتيني، بنلاحظ إن هو بيكون أصفر، بيكون الريش بتاعه أصفر. يعني درة لاتيني أو أي ببغاء لاتيني بنلاحظ إن هو بيكون لونه أصفر أو مائل إلى الصفرة. الدرة الألبينو وبتكون بيضة، بيكون لونها الريش كله أبيض. الدرة الهندي بتكون خضراء وبيكون المنقار شديد الإحمرار، بينما الدرة الأفريقي بتكون خضراء بس يعني لونها باهت، لكن المنقار بيكون يعني مائل إلى السواد أو الاسمرار، وبتكون إيه؟ وبتكون أقل. الدرة الأمريكي أو النبالي، سواء إن هي بنقول عليها النبالي أو الأمريكي، يعني دي الأكبر حجما، وبتتميز بحجمها الكبير، وبتتميز بإن على كلا الجناحين بنلاحظ إن فيه بقعة حمراء، ودي طبعا منها الدرة الأمريكي الخضراء والدرة الأمريكي اللاتيني والألبينو، يعني بتتنوع في طفراتها. طيب نهول أكثر، يعني النوع الأكثر قدرة على الكلام. طبعا أفضل الأنواع قدرة على الكلام هي الدرة الأمريكي. الدرة الأمريكي متكلمة بطلاقة جدا، وعندنا ببغاء الدرة يعني عامة هو ببغاء متكلم كويس جدا. عندنا ببغاء الدرة الهندي متكلم كويس جدا، وممكن يعني ممكن يحفظ يعني لحد 10 كلمات، يعني ممكن يقول السلام عليكم، ممكن يقول يعني كلام كتير جدا، بابا حبيبي كوكو،
يعني يستطيع ان هو يتكلم الكلمة بوضوح جدا 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 زي ما احنا سامعين كده. عندنا الببغاء دوت ببغاء مناعته قوية جدا، يعني من العجب ان هذا الببغاء ممكن يعني يظل معك 5 سنوات 10 سنوات ولا يصاب بأي تعب، يعني لا يصاب بأي تعب ولا بأي مشكلة تنفسية ولا الإصابة بالزكام ولا الإصابة بالبرد أبدا. فمناعة هذا الببغاء مناعته قوية جدا جدا جدا. طيب موسم تزاوج هذا الببغاء، احنا عندنا موسم تزاوج هذا الببغاء بيكون في الربيع، يعني عندنا من 21/3 من شهر 3 إلى شهر 5. لكن طبعا في بعض الأنواع ممكن إن هي تبيض قبل الربيع، يعني ممكن تبيض في الشتاء، يعني بنلاحظ إن في بعض الببغاوات بتبيض مثلا في شهر مثلا 12 أو في شهر 1 أو في شهر 2، مفيش أي مشكلة. لكن هذا الببغاء في الطبيعة ملتزم جدا بموسم التزاوج ولا يكون إلا في الربيع. يعني أنت لو عندك ببغاء الدرة لسه لم يبض بعد فلا تتعجل، لأنه هو هيبيض في الربيع، لأنه هو ملتزم جدا بمعاد وبموسم البيض. طيب ببغاء الدرة احنا عارفين طبعا ان هو بيضع من يعني 3-4-5 بيضات كحد اقصى، يعني 6 بيضات. في بعض الانواع الشاذة مثلا، يعني حالات شاذة، يعني ممكن تضع 6 أو 7 بيضات 8 بيضات، دي حاجات يعني نادرة جدا جدا يعني. لكن المتوسط ايه؟ 4 بيضات. بيرقد عليها 24-28 يوم على حسب درجة الحرارة المكان، وبعد ذلك بيتم فقس البيض. ببغاء الدرة المطوقة بجميع أنواعها هو ببغاء جميل جدا، لكن طبعا لو أن أنت يعني جئت بهذا الببغاء ولم يتم تأكيله تأكيلا يدويا فيصعب عليك جدا أن أنت تدرب هذا الببغاء، إلا لو اشتريت هذا الببغاء من عمر صغير. يعني هذا الببغاء لو لم يتم تأكيله تأكيلا يدويا وانت مثلا اشتريته مثلا بعد الفطام مباشرة بعد 2 شهر مثلا فبيسهل عليك ترويضه. إنما طبعا الببغاء اللي تم تأكيله تأكيلا يدويا ده بيكون أفضل أنواع الببغاوات، بيكون في يدك يعني إيه مثل العجينة، تستطيع أن تشكله بسهولة ويتعلم الكلام بسهولة. متى يبدأ الببغاء في النطق بأول كلمة؟ يبدأ ببغاء الدرة في النطق بأول كلمة يعني من عمر 7 شهور أو 8 شهور، طبعا ممكن يصل إلى 1 أو 1 وشهرين. لو أنت بدأت تدربه ابدأ تدريبه على طول مباشرة بعد الفطام، بعد الفطام مباشرة ابدأ في تدريبه. لا أنصحك أبدا أن أنت تشتري ببغاء الصيد، لأنه بيكون يعني شديد الوحشية، شديد الخوف، بيضطرب اضطراب شديد جدا. يعني ببغاء الصيد لا ينفع إلا في مسألة التفريخ فقط، إنما لا يصلح في مسألة التدريب والكلام، ولا يستطيع أنه هو يتكلم مهما تضع له من مسجلات ومهما تكرر له الكلمة، طبعا يصعب عليك أن أنت تخليه يتكلم. الببغاء ده أيضا من مميزاته أنه هو بيأكل يعني أشياء كثيرة جدا، يعني بيأكل البرتقال والفواكه والخضروات مثل الخس والجرجير والخيار والبطاطا والجزر، يعني يأكل جميع الأكلات الموجودة في البيت. بيأكل أيضا طبعا لا غنى عن البلكم والفلارس وحبوب دوار الشمس أو ما يعرف باللب السوري، يعني هو يحب اللب السوري جدا. يأكل أيضا الخبز، يعني يأكل كثير من الطعام المتوفر في البيت، لكن لا غنى عن الحبوب. وطبعا يأكل الأكلات اللينة، الحبوب اللينة مثل القمح اللين. هو ببغاء جميل جدا. شوفوا طبعا لو أن أنتم لكم أي استفسار أو أي سؤال متعلق ببغاء الدرة أو أي ببغاء اكتبونا في التعليقات، ما تنسوش وما تبخلوش علينا بالإعجاب. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.